وبركاته. موضوعنا اليوم في مادة الجراثيم العملي هو شرح من الناحية العملية لجنس الكلوستريديوم، جينوس كلوستريديوم. طبعا هذا أندر لايت مايكروسكوب، أندر إلكترون مايكروسكوب، وهذا صورة تخطيطية لشكل البكتيريا الحقيقي مثل ما راح نشوف ونطلع علينا بال ان شاء الله بالمحاضرة. بالنسبة للكلوستريديوم سبيشيز، اذا ناخذ جنرال كيراستريستيك فيتشر بسيطة حتى تطلعون عليها، اولا هي تعتبر لارج جرام بوزيتيف رودز، راح نشوفها عصيات موجبة لصبغة جرام، تنصبغ بالصبغة البنفسجية الغامقة تحت المجهر الضوئي. اللونج مالتها هو 3 to 10 مايكرون multiplied by 0.5 to 1.4 مايكرون in width. الميزة المهمة في هذا النوع من الجراثيم، وهي أهم نقطة بها تقريبا، هي produces bulging or cold projecting spores. إذن أهم نقطة في الغالبية العظمى لأنواع الكلوستريديوم هي إنتاجها للسبورات. السبورات إما أن تكون bulging يعني بارزة ظاهرة، أو تكون non-bulging. عادة ممكن أكو عندنا مثل ما راح نشوف قسم من الأنواع راح تكون non-bulging، بس هاي قليلة جدا، السبورات غير بارزة. الكلوستريديوم فيرفرينجنس rarely produce spores، يعني هذه. وأكو نوع ثالث إنه عندنا الكلوستريديوم فيرفرينجنس نادر ما تنتج السبورة. زين، إحنا إيش نعرف السبورات اعتمادا على إيش؟ size, shape and location of endospores used for species differentiation. إذا أنا اعتمادا على حجم وشكل وموقع السبور الداخلي في داخل بكتيريا الكلوستريديوم راح أحدد الأنواع. طبعا أنا أعطيتوكم في الدايجرام بسيط بس حتى تفهمون إيش أقصد بالسبور، واعتمادا على شكله وحجمه والموقع مالته في داخل الخلية الجرثومية شلون أقدر أميز الأنواع. بشكل عام من ناحية الشيب، إحنا عندنا شكلين أساسيين بالنسبة للإندو سبورس. زين، الإندو سبورس إما أن يكون سفيريكال دائري أو يكون أوفل شيب بيضاوي. زين، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للوكيشن، اللوكيشن راح يكون ثلاثة مواقع، إما أن يكون سنترال لوكيشن، زين يعني مركزي في مركز الخلية الجرثومية، وهوني تبع الحجم العفو تبع الشكل، فإما يكون spherical center أو oval central. إذا إما يكون شكله بيضوي أو دائري يكون، أو يكون موقع إما يكون دائري أو بيضوي، طرفي الموقع دائري أو بيضوي، ونهائي الموقع دائري أو بيضوي. عندنا الشغلة الثالثة اللي هي عندنا السايز. إذا هسه أنا حكيته على الشيب وحكيته على اللوكيشن، هسه أحكي على السايز. عادة يكون عندي two sizes of endospore under or inside the bacterial cell. إما تكون bulging مثل ما أشوف هذه، or non-bulging. زين، فعندنا بالنسبة للbulging والnon-bulging، لاحظوا عادة شوفوا هذه الحالة. طبعا هذه non-bulging وهذه bulging، ايش اقصد بها؟ When the size of endospore inside the bacterial cell equal or less than the size of bacterial cell, this is form non-bulging spore. اذا هون في هذه الحالات انه عنشوف الحجم مال السبور الداخلي هو يكون مساوي او اقل من حجم
الجرثومة أو الخلية الجرثومية، وبالتالي ما راح يكون عندي السبور بارز. تشوفون ما عنده أي بروز موجود ضمن حدود الخلية الجرثومية. While when the size of endospore inside the bacterial cell larger than the size of the same bacterial cell, this is form bulging or projecting spores. هوني تشوفون الحالة إنه طلع حجم الاندوسبور أكبر من حجم الخلية الجرثومية، وبالتالي تشوفون صابينه بروز ارتفاع عن مستوى الخلية الجرثومية. زين عيني؟ فإذا من ناحية الشيب إما يكون spherical or oval shape، من ناحية اللوكيشن إما يكون central location، subterminal location or terminal location. من ناحية السايز إما يكون non-bulging or non-projecting endospores، هذا في حالة السايز من يكون مالته equal or less than the size of bacterial cell. بينما في حالة bulging or projecting endospores، هذا لما يكون السايز مالته larger than the size of endospores or of bacterial cell. أكو فكرة أخرى، هذا إحنا نسمينه إندوسبور. من أقول إندوسبور يعني موجود في داخل الخلية الجرثومية. أكو أنظر سبور اللي هو فري سبور. فري سبور، من أقول فري سبور يعني هذا سبور طليق حر ما موجود في داخل الخلية. عادة الفري سبور يتكون في حالة إنه لما تكون unstable or bad condition environment around the bacterial cell. إذا كانت الخلية الجرثومية محاطة بظروف بيئية غير جيدة لها، راح تعمل راح تكون الفريسبور. لما تتهيأ الظروف المناسبة راح ترجع تنطين الإندوسبور بالأشكال والأحجام والمواقع اللي ذكرتها. عادة تكون anaerobic some are aerotolerant. الغالبية تكون لها هوائية وقليل منها متحمل للكميات القليلة من الأكسجين، وهاي راح نشوفها تحت تست معين. عادة تكون motility by means of peritrichous flagella. عادة الفلاجيلا تكون مالتها محيطية، يعني محيطة من كل الجوانب، باستثناء منه Clostridium perfringens. عادة هاي تكون non-motile. تمتاز هذه النوع من الجراثيم بأنه هي تحتاج أوساط غنية خاصة، يعني ما تحتاج وسط البلد أجار أو الشوكليت أجار، لها أوساط أخرى اللي هسه أشرتوها باللون الأحمر واللي راح أشرح عليها هسه. Required in enriched medium for growth اللي هي sodium thiogliocolate broth, Robertson's cooked meat broth and litmus milk medium، وهي راح أشرح عليها حتى تفهموها أشون راح يطلع التيست وأشون راح يطلع الاختبار والنتيجة ما نتيجة. عادة تكون non-capsulated بشكل عام باستثناء منه Clostridium perfringens تكون capsulated. Most species produce beta type of hemolysis. إذا ما نمت على وسط البلغة الجارية تنمو عليه، لكن كأفضل نتيجة وكأفضل تشخيص تنمو على هذه أحد هذه الأوساط الثلاثة. بس لا ضير تنمو على البلغة الجار وقسم منها تنطيني تحلل كلي لكريات الدم الحمراء البيتا. Or non-bulging endospores. وعادة السايز والشيب واللوكيشن مال الاندوسبور هو اللي راح يحدد لي السبيشيز. النقطة الأخرى، النقطة إنه عندي الكلوستيديوم عادة هي اللي بعض الأنواع الثانوية مال التصب سبيشيز ممكن تكون ما منتجة للاندوسبور، ممكن تكون non-motile وممكن تكون non-capsulated، بينما أكو أنواع أخرى ثانوية منها تنتج هذه الصفات. هسه بالنسبة لي الكالتشرال كيراستريستيكس، عادة مثل ما قلت لكم هي تحتاج required enriched media special media. أول ميديا خاص لها هو نسمينه fluid thioglycolate medium اختصارا FTF. تحفظون الاسم مثل اسمكم مع المختصر، قد يجوز بالامتحان يجي المختصر ما يجي الاسم الكامل. فإذا الـ F هو من الـ Fluid
من الثايوغلايكوليت والام من الميديوم. وسط الثايوغلايكوليت السائل هو بالحقيقة شنو؟ is a reducing medium. إذن هو وسط إيش؟ مختزل. and supports aerobic and anaerobic bacteria. يحفز نمو البكتيريا الهوائية ولا هوائية. it contains أهم مادة بينه هو الصوديوم ثايوغلايكوليت. شنو الغاية من وجود الصوديوم ثايوغلايكوليت؟ هذا البرنسبل مع الميديوم مهم جدا. هذا نلاحظ بأن الصوديوم ثايوغلايكوليت reacts with molecular oxygen. إذن راح يتفاعل مع منه؟ مع الأكسجين الجوي. keeping free oxygen levels low. why? because forming H2O. يعني راح يكون لي الماء. reduces oxygen to H2O. إذن هذا ليش كان البرنسبل وليش كانت هذه الميديا؟ لأن أنا من البداية قلت لك هي البكتيريا تكون على الأغلب أنيروبيك. ما دام أنيروبيك معناته راح أحضر له أوصاف لا هوائية. فمن أقول الريجد ميديوم اللي هي فلويد ثايوغلايكوليت ميديوم، روبرتسون كوبليت بروث، وعندنا أيضا الليتمس ميلك بروث. هذول كلهم أوصاف لا هوائية خاصة تنمو عليهم تحديدا بكتيريا الكلوستريديوم بأنواعها المختلفة. فإذا في كل ميديا راح نخلي ريديوسينج ميديوم عامل مختزل، راح يختزل لي الأكسجين ويحوله إلى الماء حتى يقلل نسبة الأكسجين، وبالتالي تقدر تنمو هذه البكتيريا لا هوائية. فإذا الصوديوم ثايوغلايكوليت راح يتحد مع الأكسجين الجوي ويحوله إلى ماء ويقلل مستوياته حتى تقدر تطلع البكتيريا وتنمو. عادة عندنا أكو صبغة داي ريسازورين اللي هي an oxidation reduction indicator which produces. إذن هي مؤشر على أكسدة واختزال. إذا طلع pink color هذا عادة وين؟ in an oxidized medium. يعني وين؟ the medium containing oxygen. while colorless in reduced medium when the medium not contain oxygen. يعني تكون anaerobic medium. إذن هذا أول indicator نعتمد على الريسازورين الصبغة. من يطلع عندي اللون الوسط بعد التحضين أحمر يعني معناتي الأكسجين بقى، يعني معناتي هذه الميديا ما اشتغلت عندي، واضح؟ وهذا يصير عندي خلل فأنا أتلافى هذه الفقرة. فإذا بقى الوسط مو أكسد بينه أكسجين يطلع لون الإنديكيتر بينك، الميديا البروت تطلع لونه وردي. الأفضل مثل ما تشوفون هون بهاي التيستات يطلع كلرليس حتى تصير الميديوم أنيروبيك حتى يشتغل الصوديوم ثايوغلايكوليت ويحول الأكسجين تو ووتر. طبعا هون هذول تيستات. أنا اليوم النقطة المهمة أنه راح يطلع لي عدد من أشكال النمو على الفلويد ثايوغلايكوليت ميديوم. أول شيء لازم تعرفون أنا في كل تيست خليتوا لكم الأن إناكيليتد ميديوم وبعدين الأكيليتد ميديوم تبع للنتيجة معناتها. فهذا العدد الشرع ميديوم عادة البروث من صوديوم ثايوغلايكوليت ميديوم أو فلويد ثايوغلايكوليت ميديوم يكون كلير. تشوفون البروث يكون كلير يعني هذا معناته البكتيريا بعد ما كن زرعناها بعد ما كن نمت. دليل النمو هو ظهور التربيديتي العكارة مثل هذه. هذه التربيديتي عندنا نشوف التركيز ماله مختلف هوني منتشر هوني بالوسط. هذه كلها لها تفسيرات معينة ومهمة جدا. فإذا أنا اليوم إذا كان عندي الوسط أن إناكيليتد يطلع كلير. إذا كان بينه تربيديتي بهذه الأشكال وأكو طبعا أشكال أخرى بس هذه الأهم، هذه الخمس أشكال معناتي أنا عندي صاير فد نمط معين من النمو وكل نمط له تفسير. هذا النمط الأول اللي هو نسمينه هذا نفسه، هذا وهو نفسه هذا هوني بالأحمر وهوني هو نفسه اللي نعتبره obligate or strict aerobes. يعني بكتيريا هوائية إجبارياً strict or obligate aerobes. ليش اعتبرتوها هوائية إجبارياً؟ لأن حسب النمو هوني وين عاد أشوف النمو صيام these bacteria grows only
where oxygen is available. إذا هذه البكتيريا إذا ما موجود الأكسجين ما تقدر تنمو. يعني تنمو وين ما موجود الأكسجين بكميات كبيرة، وعادة هذا يكون موجود على السيرفيس على التوب مال تيوب. زين؟ إذا ما موجود أكسجين راح تموت وما تقدر تنمو، ولهذا نسميها هوائية إجبارية. نموها حيثما يكون موجود الأكسجين بكميات كبيرة، وعادة هذه تكون نقطة راسة تكون موجودة in the top or surface of a tube. حتى تفهموها أكثر، هذا التيوب أنا راح أقسمه لثلاث تقسيمات، عندي التوب وعندي الميدل وعندي البوتم. يعني دكتورة دكتورة أنا أريد أخذ بس محاضرة. زين عادي يعني بس نطلع وموجود تسجيل محاضرة؟ اطلعوا بس أنتم بالنسبة للحضور تعتبرون ما موجود، هذا أمر عائد لكم. ما دكتورة هو ما يصير، عيني هو ما يصير يدخل. يعني هسه احنا عندنا على المحاضرة، أنتوا عندكم دكتور ما يحتاج جلته ويا زين. هسه احنا عندنا هذا التوب اوف تيوب والميديوم اوف تيوب والبوتوم اوف تيوب. فإذا نمت البكتيريا بالتوب اوف تيوب هذا معناته ستريكت اور ابليجيت ان ايروبيز. بكتيريا جروث اونلي ذا سيرفيس ويل ذا هاي ليفلز اوف اوكسجين افيلبل. هاي وحده عكس تماما اللي هي موضوعنا احنا الكلوستريديوم سبيشيز. كلتا راح نشوف الانواع مالتنا مال كلوستريديوم تكون ستريكت اور ابليجيت ان ايروبيز. هذه لا هوائيه اجباريا، هذه هوائيه اجباريا، هذه لا هوائيه. فهذه عاده وين تنمو؟ تنمو grows only where amounts of oxygen is removed. يعني هون كميات الأكسجين معدومة أو منتهية أو قليلة جدا، والأفضل تكون معدومة فتنمو عادة in the bottom of the tube. طبعا هون حسب بالحقيقة المفروض تطلع بهذا الشكل، هاي اللي عاد أشر عليها فقط القسم أو الثلث الأخير من التيوب. بس هون لأن البكتيريا الظاهر الإناكيليشن اللقاح مال الشخص اللي كان اشتغل كثير فصعد تقريبا إلى النصف. النوع الثالث اللي هو نسمينه فاكولتيتف أن إيروبيز أو إيروبيز، هاي تكون هوائية أو لا هوائية اختيارية. زين؟ هاي إيش معناتي؟ هاي معناتي كم متأقلمة مع الوضع. موجود الأكسجين بكميات كبيرة تنمو، موجود الأكسجين بكميات قليلة تنمو، موجود ما موجود الأكسجين تنمو. يعني أي وضع موجود بينه الأكسجين هاي تقدر تنمو، وهاي طبعا الأفضل. وإحنا عادة عندنا الغالبية العظمى من البكتيريا أحد صفاتها اللي تميزها على النمو إنه تكون فاكولتيتف إيروبيز أو آن إيروبيز، إنه وين من أكل أكسجين بأي كمية قليلة كثيرة وسط تقدر تنمو. هذا شلون الإنديكيتر ماله عادة تشوفون هوني إيش صير عندي؟ صير عندي تو جروث. تشوفون الجروث في التوب كثيف بينما بالباقي يكون منتشر. هذه هي ميزة الفاكولتيتف إيروبيز أو آن إيروبيز. This is bacteria grows throughout the tube. موجودة تنمو في كل التيوب. But the best growth when or where oxygen is available. فإذا هذه حتى أميزها عن الأيرو توليرانت إنه نشوفها تنمو في كل التيوب، لكن أفضل نمو نشوفه بالتوب بينما بالباقي تكون ميدل. عكس منه عكس الأيرو توليرانت أنيروبيز اللي هي المتحملة، يعني هذه غصبا ما عليها تنمو بوجود الأكسجين، ولهذا نشوفها تكون موجودة جروز throughout the tube، موجودة في تنمو في كل التيوب ككل. شوفون هوني ما عندي مركز، هوني كل التيوب التوب الميديوم البوتوم كلها تكون موجودة بنفس التركيز، يعني هي تتحمل الأكسجين فتقدر تنمو في نفس المستوى عكس منه الفاكولتيتف. بقت لي منه بقت لي اللي هي نسميها الحالة الرابعة اللي هي أو سوري الحالة الخامسة المايكرو إيروفيليك المايكرو إيروفيليك أو المايكرو إيروفيلز بكتيريا. يعني هذه معناتي التي تنمي بوجود كميات قليلة من الأكسجين، ولهذا عادة الكمية القليلة من الأكسجين تتركز هي ما تحت السيرفيس يعني تقريبا بالثلث الثاني. فإذا بالتوب ما راح تكون موجودة، تكون موجودة وين؟
وين reduce level of oxygen، كميات أقل من الأكسجين. زين، إذا أعيدة هوني الكلير أن inoculated، إذا بالتوب يعني معناتي strict aerobies، إذا بالبطم strict anaerobies، إذا تكون موجودة throughout the tube but the best grown in the top، هاي معناتي facultative aerobic or anaerobies، بينما إذا كان الجروث throughout the tube هذا معناتي aerotolerant anaerobic، وإذا كانت under the surface or below the surface هذه معناتي micro aerophile. واضحيني؟ كل واحدة من هذولي لها أنواع وأجناس خاصة، بس كموضوعنا اليوم إحنا راح تكون النوع الثاني strict anaerobies. الثاني اللي هو روبرت سونز كوكد ميت ميديوم، اللي هو عبارة عن الوسط المتكون من اللحم المطبوخ، وعادة نسبة للعالم اللي اكتشفه روبرت سون. هذا عادة anaerobic medium اللي هو وسط لا هوائي due to the principle or presence of meat particles. هذه meat particles are prepared from heart muscles، أوساط اللحم أو قطع اللحم راح حضرناها من العضلات القلبية. تعرفون انتبهوا هذا المتعارف، العضلة القلبية عادة اللحم الموجود بالعضلة القلبية ايش بينه؟ بينه الهيماتين جلوتاثيون وصلفا هيدرال جروبس. هذولي المركبات الثلاثة مهمة جدا، يعني هذه المركبات هي اللي راح تكون acts as reducing agents، هي اللي راح تعمل كعوامل اختزال. من اقول عامل اختزال؟ يعني عامل يحول الاكسجين الى ايش؟ الى ووتر، يعني اقلل كمية الاكسجين، وبالتالي احول الوسط الى anaerobic medium تستطيع ان تنمو عليه انواع الكلوستريديا. هذا عادة more available in denatured protein، اذا البروتين صغله مسخ. زين، therefore the meat particles are cooked for use in the medium. يعني معناتي انا اليوم جيتو روبرت سونز cooked meat medium حضرتونه من الميت particles exactly from heart muscle، حتى اخلي الهيتامين والجلوتاثيون والسلفاهيدرال جروبس يعملون كريديوسينج ايجنت بهذا الميت particles، لازم اعمل له denatured protein، يعني اعمل له طبخ، نطبخ اللحمات. طبعا احنا حضرنا له بالكلية، جبنا قدر الضغط طبيعي، شلون نطبخ اللحم بالبيت، وطبخنا اللحم وحطينا له في الماء وحضرنا له بهذه الطريقة. هذا طبعا هو يعتبر ان انكيليتد ميديوم. فاذا جبتوا لحم من العضلات القلبية طبختونه طبخ عادي بقدر الضغط حتى اعمل ديناتر البروتين، حتى اطلق الليماتين والجلوتاثيون والسلفاهيدرال حتى تشتغل وتحول لي الميديوم من ايروبيك الى ان ايروبيك تنمو علينا البكتيريا. عادة راح يطلع عندي تو رياكشنز، وهذه ايضا مهمة. الرياكشن الاول اللي هو ساكروليتيك رياكشن، تفاعل محلل للسكريات، والثاني بروتيوليتيك رياكشن، تفاعل محلل للبروتين. يعني مثل ما تعرفون سبحان الله كل شيء خلقه رب العالمين بينه اي مكون غذائي، بينه جزء سكري وبينه جزء بروتيني. فبالنسبة لي الهارد مصل عادة الكليكوجين هو يعتبر الشجر اوف مصل. زين، وعندنا البروتينات العادية او الجازاين هو يعتبر البروتين مصل. واضح عيني؟ فبالنسبة لي قسم من البكتيريا راح نشوف فيها تنمو وتستهلك وتخمر السكريات، فبهذه الحالة راح تطلع لي تفاعل محلل للسكريات ساكروليتيك رياكشن اللي هو causes fermentation of the muscle glycogen، انه هتختزل وهتخمر سكر المصل العضلات اللي هو الكلايكوجين. دليل تخميره للسكر هو production of turbidity. زين، وعندنا ايضا الاسيد وعندي الغاز. But the main particles remain intact. اذا انا شلون اعرف اليوم البكتيريا كانت ساكروليتيك؟ ازحق على قطع اللحم، اذا قطع اللحم remain intact بقت سليمه مثل هذه معناته هذه البكتيريا اشتغل التفاعل تحللي للسكريات، انه حللت السكر لكن بقت قطع اللحم سليمه. فالدليل ايش عندي؟ شوفوا هذا الانكيليتد البروت مانوكلير والمين بارت صدع هذا العلى بياض،
بينما في حالة الانديكيتر أو التفاعل الأول ساكروليتك رياكشن تحولت قطع اللحم للون الريد نوعا ما، اللون الأحمر، صار عندي تيربيدت مثل ما تكون هون. زين، ثاني شغلة صار عندي جاز، هذا الجاز بابل إنه صار فوق البرون. زين، والنقطة الأخرى إنه عندها قطع اللحم بقت سليمة حمراء، بينما إذا بروتيوليتك رياكشن causes digestion of meat particles، بروتينات اللحم. زين عيني، بروتينات اللحم إذا ما تم استهلاكها عكس هذه، واني ما تستهلك قطع اللحم، واني تستهلك قطع اللحم نفسها كبروتينات، يؤدي إلى تكوين إيش؟ black fell smelling sulfur compounds. إذا راح يؤدي إلى تكوين هذا، شوف اللحم، هذا اللحم من يطلع لونه أسود، هذا واحد. إذن يطلع عندي التوربيديتي مثل ما عاد تشوفون، وممكن يطلع عندي الجاز حسب البكتيريا وقوة إنتاجه. زين، وحسب هضمه القوي للميت بارتكلز، وأهم شيء قطع اللحم إذا صارت بلاك فول سميلينج سلفر كومباوند، معناته صار عندي دايجستن للميت بارتكلز، معناته بروتيوليتك رياكشن. يعني معناته هون البكتيريا هضمت بروتين اللحم وانتجت مركبات الصلفة. تمتاز مركبات الصلفة بأن يطلع لونها أسود وتطلع رائحته كريهة، رائحته كريهة مثل رائحة شلون عندنا الجاز هكذا شيء على هكذا شيء. زين، رائحة زنخة يعني، واضح يعني. فإذا هون الانديكيتر التربيدتي موجودة بالاثنين، الجاز موجود بالاثنين، لكن الانديكيتر على الميت بارتكلز. اذا ريمين انتكت بقت بهذه الطريقه، معناته ساكوتيك رياكشن. اذا تحولت الى اللون البلاك الفول سميلنج الرائحه الكريهه، معناته انطلقت السلفر كومباوند من عظم البروتين. الميديوم الاخيره اللي هي الليتموس ميلك ميديوم، اللي هو وسط الحليب، هذا مالتي بيربز ميديوم ديستينجويش بين ديفرنت سبيشيز اوف باكتيريا. إذا هذا مهم جدا الوسط، لأنه متعدد الأغراض ويميز ما بين الأنواع المختلفة من البكتيريا. عادة مثل ما قلت قبل شوية، حاله حال البروتين اللحم الميلك، حاله حال الميت بارتكلز، حاله حال اللحم أيضا الميلك، بينه ميلك شوجر وميلك بروتين، بينه سكر وبينه بروتين. اللاكتوز عادة هو اللي راح يكون ميلك شوجر، والجازاين هو اللي راح يكون ميلك بروتين حسب البكتيريا. يعني هذا الوسط ممكن تنمو عليه كل الأنواع من البكتيريا، بس احنا عم ناخذه هسه كطرح على اعتمادا على أنواع الكلوستيديوم. فأكو قسم من البكتيريا ايش تعمل حسب استهلاكها لللاكتوز أو الجازاين. Can use one of these، يعني إما تستخدم اللاكتوز أو تستخدم الجازاين، وذول كل مرة حيطلع لهم انديكي معين، أو ممكن تستخدمهم اثنين both of these اللاكتوز بلس جازاين، وممكن neither of these، ما تستخدم لا اللاكتوز ولا الجازاين بس تنمو. وأيضا عندي الليتموس اللي هو pH indicator، هذا الليتموس إذا هو indicator، الindicator راح نشوفه يعطيني ألوان معينة، دليل أنه البكتيريا هل اختزلت أو هل طاقت تهضم وتخمر اللاكتوز والجازاين، أم واحد من عندهم أم ما تخمرهم. عادة شوغر يوزرز، يعني البكتيريا القادرة على استهلاك اللاكتوز اللي هو الميلك شوغر، تنطيني أسيد رياكشن، وهذا أنتم ساعدكم صار متعارف، أخذنا له بالكربوهيدرات فيها يوتيلايزيشن، هذا الاختبار مع استهلاك السكريات، احنا عندنا هذا متعارف. البكتيريا من تستهلك السكر معناتي راح تحول البي اتش مال الوسط الى حامضي، بيصير عندي تفاعل حامضي اسيد رياكشن كوزينج تشينج تو بينك. زين، فعندكم هوني هذا الانديكيتر مالتنا. لاحظوا اول شيء الوسط يكون بهذا الشكل، تمس ميلك ميديوم الان انكيليتد الغير محقول او الغير المزروع يكون لونه اقرب للبيربل البنفسجي، فيما لو اتى البكتيريا وكانت من جماعه مستهلكات سكر اللاكتوز البقر شوغر يوزرز راح يتحول بهالشكل. هذا عندنا، هذا وعندنا، حتى هذا، حتى هذول. يعني ايش معناته هوني هيانو؟
اذا كان اللاكتوز ان ميلك فيرمنتيد تو اسيد معناته باللتمس انديكيتر راح يصير بينك كلر. فشوفوا هون البكتيريا مثل هذه البكتيريا او مثل هاي البكتيريا فور اكزامبل الايشريشيا كولاي او هذه البكتيريا انه جد استهلكت سكر الحليب اللاكتوز الملك شكر وبالتالي حولت الوسط الى حامضي اسيد رياكشن فتحول لون الوسط من البيربل الى الدليل البينج هو معناته اسيد رياكشن يعني معناته يوتيلايزيشن اوف لاكتوز. بينما اذا كانت البكتيريا يعني هاي بهذه الحاله فقط استهلكت منه واحد من عنده من اللاكتوز بينما اذا كانت البكتيريا فقط مستهلكه للغازين اللي هو ميلك بروتين يصير عندي الكالين رياكشن ايش يطلع الانديكيتر ماله كوزينج ا تشينج توردز. شوفوا هذا البلو بلو بلو هذا ايضا بلو لاحظوا هذا بلو معناته هوني صار دايجستشن للغازين وبالتالي صار عندي تحرير للالكالين امينز. من تطلع الامينات معناته الليتمس انديكيتر راح يتحول من البيربل الى البلو. فدليل البلو انه معناته هذه البكتيريا من جماعه البروتين يوز اللي هو تحديدا الجازاين ميلك بروتين وبالتالي حولت التفاعل الى الكلاين رياكشن فطلع عندي بلو. فاذا الان انوكيليتد اللي هو بيربل اذا صار عندي بينك معناته هذا اسيد رياكشن يعني معناته يوتيلايزيشن اوف لاكتوز اللي هو ميلك شوجر واذا دي بلو معناته هذا صار الكلاين رياكشن يوتيلايزيشن اوف جازاين اللي هو ميلك بروتين تو الكلاين امينز. تبقى هذه الاساس هذا الاساس ما بس اكو بكتيريات اخرى من شده الضراوه مالتها تعمل تفاعلات اضافيه اخرى اكو تعمل هضم كامل وتحليل كامل للجازاين يعني هون الالكلاين رياكشن هو تحليل جزئي صار بلو بس اذا البكتيريا كانت ضاره تعمل كومبليتلي هايدرولايز تحليل كامل للجازاين معناته راح يصير عندي امونيا از ريليزد اند ذا ميديوم تيرنز كلير براون مثل هذا اذا حللته كلي للحم العفو سوري لبروتين الحليب معناته للجازاين راح يحوله بالكامل من البلو الى البراون يصير لونه قهوائي لان تنطلق الامونيا زين عيني. بالإضافة إلى ذلك أكو في بعض الأحيان من شدة ضراوة البكتيريا تعمل كثير من التفاعلات وهي راح نشوفها بالسيدومونس بالكلوستريديوم بيرفرينجنس. الكلوستريديوم بيرفرينجنس راح تمتاز بأنه إيش فيها هي راح تعمل تفاعلات جدا كثيرة وبالتالي راح تأثر على الكلر أوف ليتمس إنديكيتر على الإنديكيتر معنا فيصير ريديوست أند بيكمز وايت بهذا الشكل زين. هي تبدي بتفاعل اسيد يعني مختزنه للسكر لكن من كثره التفاعلات راح تحول لي لون الليتمس فلا يطلع بالاخير وردي ولا يطلع بلو يطلع بالاخير يصير ابيض لان يصير له اختزال زين. اكو بعض البكتيريا تنتج لي انزيم الرنين اللي هو كيرد فورم اذا ترجع بعد ايش تعمل انه تحول لي الحليب تجبنه مثل ما احنا نحكي بالعاميه تغير كل الخواص مع الحليب وبالتالي تحوله من سائل الى جبن هذا نسمينه هذا اللي هذا اشرينه كيرد فورميشن تكوين الختاره وايضا تكون لي غاز انسايد ذا كيرد مثل ما عاد اشر هوني انه اكو ببل ما بين الكيرد هذا في حاله اذا كانت البكتيريا ضاريه وكونت انزيم الرنين مثل عندنا الكلوستيدا بيرفرنجز مثل ما راح نشوفها واضحه عيني. طبعا هسه راح نعمل طرح سريع لبعض الانواع من البكتيريا الكلوستريديوم اللي هي اوف ميديكال امبورتانس. اول واحد كلوستريديوم تيتاني والمسؤوله عن مرض التتنس اللي هو مرض الجزاز. عاده احنا الانديكيتر مالتنا راح نشوف بالاندر لايت مايكروسكوب راح نشوف الفيجيتيتيف سيل الخلايا الخضريه يعني اللي ما بيها اندوسبور وراح نشوف ايضا السبورات يعني الخلايا اللي بيها اندوسبور. طبعا هو اعتمادا على الاندوسبور السايز اللوكيشن وعندنا ايضا الشيء راح نعتمد في تشخيص كل نوع راح نطرحه. اول شيء الفيجيتيف سيل تكون سليندر باين مثل ما اشوفه هوني هذه ايضا استثناء السبور هذا سليندر باسيلا هاي كلها اشوفونها قاعد اشرحها هاي كلها سليندر باسيلا تكون بكتيريا نحيفه
4 to 8 micron multiplied by 0.5 micron. عادة مثل ما حكيته من البداية تكون motile by tetracycloflagella و encapsulated. اللي همني أنا هوني إذا غيد أميز الكلوسيديوم تيتاني عن غيره أعتمد على الإندوسبور. الإندوسبور عادة مثل ما حتشوفونه هوني بالدايجرام وحتى هوني بهذا الشكل أو بهذا الشكل ده إلكترون مايكروسكوب لايت مايكروسكوب مثل ما أشوف هوني. إيش المميزة؟ إنه الإندوسبور يكون أولا سفيريكال من حيث الشيب دائري، بعدين أشوفونه تيرمينال يعني الموقع، بعدين النقطة الأخرى المهمة يكون بولجينج يعني معناته السايز مالته larger than the size of bacterial cell مثل ما حنشوفه. هذا المظهر اللي هو مثل الدائرة وطلع منه خط يعطيني مظهر هذا مهم جدا لدرامستيك ابييرانس اور تنس ريكت ركت سوري. اذا يعطيني مظهر عصب طبل او يعطيني مظهر مضرب التنس. فاذا شكل الكلوسيديوم تيتاني اندر لايت الكترون مايكروسكوب يطلع مثل الدرامستيك او تنس ركت عصب طبل او عندنا مضرب التنس، لانه الاندوسبور يكون سبيريكال ويكون تيرمينال لوكيشن ويكون بلجنج. مفهوم عيني؟ هو طبعا عصب طبل اكو هسه لعب موجوده بالسوق وكانت ايضا سابقا موجوده، اكو كانوا يبيعون دب واكو طبل بالنص بين يدينه عنده عصاية يضرب بيها، فالعصاية طالع منها خطه وخط ولهذا يسمونه بهذه التسميه. عادة هذه البكتيريا تنمو على الأوساط الأساسية الثلاثة اللي شرحتوها قبل شوية، بس لا غير إنه تنمو على البلاد أجار. إذا ما نمت على البلاد أجار تطلع بهذا الشكل produce fine film of growth يعني معناته تيني colonies with rhizoids زين margin يعني معناته تطلع بكتيريا جدا ناعمي بس بالتكبير، هاي مكبرة تحت المجرى، هاي مستعمرة واحدة أشوفوها هي صغيرة جدا بالعموم لكن الحوافي مالتها تكون جذريه. زين اذا ما نبدا الفريش بلاد اجار تكون هيمولتك عاده اول من تبدي الفا يعني تحلل جزئي للبلاد وتنتهي بالبيتا هيمولسس تحلل كلي. هون صاير عندي سوارمينج هتشوفون يعني احنا موقع طبعا اللوكيشن اوف ان اركليت اللي هو موقع التحقين هون او الحقن هون، التلقيح مالتنا صار بهذه النقطه في الدائره بس انتشر بسبب شنو؟ بسبب الموتيليتي السوارمينج ديو تو اتس موتيليتي. زين اذا ما نمت على وسط ستريكتلي على وسط الصوديوم ثايوغلايكوليت بروث هذا اللي شرحناه قبل شويه، فهي بكتيريا ستريكتلي ان ايروبيك يعني معناته وين عاد تنمو؟ ان ذا بوتوم اوف تيوب، هذا طبعا هو النمو مالتها. فاذا هذا دليل ستريكتلي ان ايروبيك. تنمو على منو؟ الكوكد ميت بروث بس تكون من جماعة الساكروليتيك رياكشن يعني معناتي تنطيني تربيدتي تنطيني جاز but the meat particles non just digested or remain intact يعني معناتي بقت سليمة ما صار لونها أسود. قلت مسملك ميديوم ما تخمر سكر اللاكتوز ولا تستهلك البروتين فما نشوف عليها أي انديكيتر، ومثل ما قلت هي سبب مرض التيتنس اللي هو الجزاز. المجموعة الثانية هي مجموعة الجاز جانجرين جروب، هاي طبعا المجموعة راح نقوم بها ثلاث أنواع مهمة حسب الأمراض هنا انقسمتها. التيتاني اللي تسبب التيتنس الجزاز، وعندنا المجموعة الثانية بها ثلاث أنواع اللي هي تسبب الغرغرينة الغذائية أو الغازية. عندنا أول وحدة الكلوستيدم والتشي أو كلوستيدم بيرفرنجنز، هاي اللي كان بها اختلافات عن غيرها. relatively large bacilli with blunt ends هتشوفوها بكتيريا نوعا ما طويلة والحوافي مالتها تكون حادة. زين 5 micron multiplied by 1.4 micron تكون هذه non motile and encapsulated in animal tissue. فإذا هي بهذه الحال اختلفت عن بقية الأنواع، هذيك كانت motile والانكابسوليتد هي كانت بالعكس من موتايل وكابسوليتد، وهذه خصائص تفيدها وتميزها عن غيرها من انواع الكلوستيدم. اذا على الاندوسبور شوفوا كلش هذا مهم هون على اشر، لاحظوا الاندوسبور مالته يكون اوفل ان شيب سب تيرمينال قريب من الطرف. زين وعندنا طرف الموقع او قريب من الطرف وبيكون نون بلجنج، حتشوفون ما صاير عندي سوولن بالبكتيريا. فاذا هون السبور يكون بيضوي
قريب من الموقع الطرفي ويكون غير بارز، لأن يعني size مالته equal or less than the size of the bacterial cell. إذا ما نمت على البلد أجار تنطيني smooth, large, regular, convex, slightly oblique colonies، وهي كل صفات أنتم درستمها والامتحان كان جوابكم مليح على هذا السؤال زين. بس الميزة المهمة أنه تنطيني double zone، هاي ميزة مهمة حتى الميزة عن غيرها من الأنواع. الزون الداخلي شوفوا هسه هاي النقاط الخفيفة هي البكتيريا اللي تكون بهذه الخصائص، را لارج ريجولار كامبكس لايتلي او بي كولونيز سموث، بس تكون بها دبل زون اوف هيموليسيس اللي يكون الزون الاول هو هذا اللي هو الكومبليت هيموليسيس البيتا هيموليسيس، ومحاط ب وايد زون اوف انكومبليت هيموليسيس اللي هو الالفا الجزء تحلل الجزء. فيما لو نمت على الصوديوم تايو جلايكوليت بروث تطلع ايضا حاله هذا اللي قبلها تيتاني اللي هي ستريكتلي انيروبيس، فنشوفها ناميه بالبوتوم اوف تيوب زين. فيما لو نمت على الكوكوزنيت بروث ايضا حاله تيتاني تنطيني جاز ممكن، بس هوني ما طلع عندي بالجاز، ممكن تطلع ممكن ما تطلع جاز وتربيديتي، بط ميت از نوت digested يعني تكون sacrolytic يعني غير مستهلكة لقطع اللحم، تكون محللة للسكر فقط. اللتمس milk medium هو هذا مهم جدا، أو أكثر نوع من أنواع الglossidium perfringens اللي تنطي indicatorات كلش واضحة على اللتمس milk medium هي الglossidium perfringens or welchie. عادة إذا ما نمت على هذا الوسط أول نقطة راح تعمل ferments lactose with acid، إذا أول نقطة حولت لي واستهلكت سكر اللاكتوز فطبيعي راح يصير acid reaction فيتحول الوسط إلى اللون البينك زين. بس هذا البينك يعني يكون شوفوا هون البينك بالوسط صاير راح تصير له إضافات أخرى، إنه راح تصير تفاعلات أخرى وراح تصير زيادة استهلاك للكلاكتوز، فبالتالي اللتمس إنديكيتر إيش راح يصير له؟ يصير له كلرلس يتحول من البينك إلى اللون الوايت. أيضا راح يصير عندي ميلك كلوت اللي هي الخترة أو سميناها الستورمي كلوت رياكشن أو ستورمي اللي هو الكيرد رياكشن زين. هني الستورمي الكيرد رياكشن اللي هو راح يكون بهذا الشكل شوفونه الستورد رياكشن الستورميكيرد رياكشن هو هذا تشوفونه الميلك كلوت از ربتشرد اند بروك داون انتو بيسز فورمينج ستورميكلوت جاز ريدكشن. فاذا صار عندي بدايه اسيد رياكشن لان عملت يوتيلايزيشن لللاكتوز اسيد رياكشن، بعدين تحول لتمس انديكيتر للكلرلس زين عيني، صار عندي ميلك كلوت يعني كيرد فورميشن اللي هو تكوين الختاره وخلاله صار عندي جاز زين. عاده هذه البكتيريا تسبب مرض الجاز جانجرين والفود بويزنينج. النوع الثاني من الجاز جانجرين جروب اللي هو الكلوسيديوم سيبتيكم، عادة البكتيريا الفيجيتيتف مثل هذه زين، او هذه عندي فيجيتيتف بهذه الاشكال هذا الاحمر زين، هذه تكون تورد ستاوت باسيلاي تكون قصيرة وسمينة مثل ما هنشوفها، و الويت مالتها واللينث 3 تو 10 مايكرون او 0.6 تو 1 مايكرون، عادة هاي تكون موتايل باي بيريترايكس فلاجيلا. النقطة المهمة لهذه البكتيريا في التشو، إذا ما نمت بالتشو راح يصير عنده ما يسمى بالبليومورفيك بكتيريا، يعني بكتيريا متعددة الأشكال، يعني تتحول من شكل الشورت ستاوت باسيلاي من هذا الشكل تطلع لي هذا الشكل، وتطلع لي أشكال أخرى اللي هي البوت شكل القارب واللايف شيب يعني شكل ورق الشجر. هاي وين تكون موجودة؟ انسايد ذا تشو. إذا ما نمت في النسيج ما في تنطيني راح تنطيني اللي هو شورت ستاوت باسيلاي والبوت شكل القارب والليف. هاي ظاهرة البليومورفيك بكتيريا نسميها ظاهرة السترن بيز
الأجسام السترونية تتحول إلى لارج سويلن، يعني بليومورفيك باكتيريا. هاي النقطة الأولى. بالنسبة للسبورات، السبورات عادة مثل ما تشوفون هوني، هاي طبعا مؤشرة بس شوية فاتح اللون مالتها، هاي بعدين تتكبروها هون شوفوا كلش واضحة، هي يعني هذا أشر عليها، حتى كان أخذ السبور لون الأزرق وبقية الخلية الجرثومية كان لون أحمر، هاي صبغوها بصبغة خاصة. عادة مثل ما تشوفونه هو أوفل شكله، سنترال أور سب تيرمينال، هون طلع سب تيرمينال وكان بلجينج، هتشوفون الحجم مالته شوية أكثر من حجم الخلية الجرثومية. إذا ما نمت على البلد أجار تنطيني بيتا هيموليسيس وتنطيني سيركولر كولونيز، بس البريفري مالتها أو المارجنز تكون رايزويد أور الريجولار، هتشوفوها الحوافي مالتها يا تكون جذرية يا تكون غير منتظمة. إذا ما نمت على الصوديوم ثايوغلايكوليت، هاي تمتاز بأنها تكون فاكولتيتف أنيروبيك، يعني معناته تنمو في كل التيوب لكن تركيز النمو يكون في السيرفس ومنتشرة بشكل أقل ببقية التيوب. زين، وطبعا أحد الصفات اللي تتأثر وتعزز من نموها هو خاصية الفاكولتيتف أنيروبيك. إذا ما نمت على كوكد ميت بروث، أيضا تكون من نوع الساكروليتيك، أنتجت لي غاز توربيديتي and the meat is not digested، بقى لونه pink يعني ما انهضم، remain intact. هذه البكتيريا أيضا تكون الغاز غانجرين، يعني الغرغرين الغازية، أنه يصير عندنا بالجلد انتفاخات. عندنا الكلوستيديوم إديماتنس أو نسميها نوفي. زين، هذه عادة الفيجيتيتف سيل مالتها هذه اللي عاد أشر عليها تكون باناي 5 مايكرون ملتبلايد باي 1.4 مايكرون، تكون موتايل نان كابسوليتد. السبورات مالتها مثل ما تشوفون هوني تكون لارج اوفال ان شيب سنترال اور سب تيرمينال اند بلجنج، يعني شكله مقارب نوعا لمن نوعا ما لمن التيفاني، بس التيفاني ايش كان بينه؟ كان سفيريكال، هذا أوفل حتى تميزوهم، هذيك دائري الشكل هذا بيضوي، هذيك أولي تيرمينال يعني فقط تكون طرفية، هذه تكون بالسنتر. زين، إما تكون قريبة من الطرف يعني ما تكون تيرمينال. النقطة الأخرى اثنين اللي يكونون بلجين، فإذا أوفل تيرمينال سنترال أو سب تيرمينال أند بلجين. إذا ما نمت على الصوديوم ثايوغلايكوليت تطلع أيضا 60 أنيروبيك، دواء إجبارية. وأيضا على الكوكت ميت بروت تكون ساكروليتيك، يعني معناتي gas if found turbidity and the meat is not digested remain intact، أيضا تكون جماعة الغاز غانغرين. بقالنا النوع الأخير اللي هو طبعا الثلاث أنواع اللي ذكرتوها البرفرنجنز والنوفي، وعندنا النوع اللي قبله بالحقيقة كلهم هذول السيبتيكم كلهم من جماعة الغاز غانغرين. هسه عندنا النوع الثالث الرئيسي اللي هو الكلوستيديوم باتشيلينم، أو نسميه يسبب مرض الفود بويزنينج الباتشيلزم. زين، التسمم الغذائي من أكل اللحم المتلوث ببكتيريا الكلوستيديوم الباتشيلينم. عادة الفيجيتيتف سيل مالتها هي يعني كلش واضحة، هتشوفوها تكون لارج باسيلاي، هاي ميزة لها عن بقية الأنواع، خصائص كلش كبيرة 4.6 مايكرون multiplied by 0.9 to 1.2 مايكرون، أيضا تكون موتيليتي باي بريترايكاس فلاجيلا نان كابسوليتد. عادة السبور هون نلاحظوا شوفونه، هذا السبور عادة أشر عليه أنه هون نفس الحالة، يكون أوفل سنترال or subterminal and bulging. زين، oval central subterminal and bulging يكون معناته بارز نوعا ما، يعني تشبه منه وتشبه اللي قبله اللي هي النوفي. على البلد أجار عادة تنطيني سمي transparent colonies with wavy outline and beta zone of hemolysis، تشوفون البيتا زون تحلل كلي وتطلع بكتيريا شفافة نوعا ما بحوافي حادة. إذا ما نمت على الصوديوم ثايوغلايكوليت شوف طالعة strictly anaerobic، لا هو إجبارية. هوني هاي تمتاز، خلوها باكر الكلوستيديوم
باتشيلاينم هي الوحيدة من كل الأنواع اللي ذكرتوها تكون على الكوكت ميت بروتيولايتك أو نان بروتيولايتك، يعني حسب النوع الثانوي السب سبيشيز. بس احنا عندنا الأنواع الأساسية تكون بروتيولايتك، معناته شنو؟ يعني معناته راح يطلع عندي غاز، يطلع عندي تربيديتي، والميت بارتيكلز ريمين دايجستد أو دايجستد يعني تهضم، يعني معناته يطلع عندي يتحول لون اللحم إلى البلاك ويصير عندي فول سميلينج سلفر كومباوندز. فإذا فقط الباتشيلاينم هي تطلع اللحم قطع اللحم فيها سوداء. على الليتموس ميلك ميديوم يكون نون فيرمنتاس، ما تكون مخمرة أيضا، والباثوجينيك مالتها اللي هو باتشيلزم. بقيت إن إحنا عندنا عدة تقنيات نستخدمها حتى ننشط وننمي الآن العربي. إحنا ذكرنا تقنية واحدة هسه من خلال كل الشرح مالتنا، إنه إيش استخدمنا؟ using media containing reducing agents، إنه إحنا سواء باللتموس ميلك ميديوم، بالروبرتسونز كوكت ميت بروث، وكذلك بعندنا الصوديوم ثايوغلايكوليت بروث، هذول الأوصاف الثلاثة هم أوصاف حاوية على reducing agent، بس كل من حسب الأجنت اللي بينه مثل ما شرحتونه بالبرنسبل، زين عيني؟ هذول عادة البرنسبل مالته إنه هذا reducing agent سواء الجازايين، سواء اللاكتوز باللتموس ميلك، سواء الجلوتاثيون مثلا بالكوكد ميت على سبيل المثال، هذول راح يتفاعلون مع الاكسجين اللي هو موليكولر اكسجين، الاكسجين الجوي، ويعملون اختزال ريديوس تو ووتر الغايه من عنده حتى يقللون الاكسجين ويحولون الوسط من ايروبيك الى ان ايروبيك ميديا حتى تنمو بينه الان ايروبيك لا هوائيات. واخذنا عليها مثال مثل ما قلنا صوديوم ثايوغلايكوليت، ممكن الجلوتاثيون بالميت، وكذلك ممكن اكو تقنيات اخرى واوساط اخرى بها اسكوربيك اسيد، واكو بها ستريبس اوف ايرون اشرطة الحديد. اكو عندنا هذا الجار، ها طبعا هسه بالنهايه راح تشوفون انا مخليت لكم فيديو على هذا الجار، هذا الجار موجود عندنا بالمختبر، وهسه انا عندي بحث اصلا عاد اشتغل على الانيروبيز بشكل عام، احتاج هذا الجار اللي نسمينه انيروبيك جار اللي هو الاناء اللاهوائي، هذا طبعا اللي هو عاده تسمية مالتو ماكنتوش ان فيلز ان ايروبيك جار نسبة للعالم ماكنتوش وفيلز اللي اكتشفونه. طبعا هو هذا الجار بالحقيقة، راح تشوفون ايضا فيديو علينا، بس احنا الجار مالنا الغلاف ماله لونه ازرق، زين. هذا عادة تشوفونه هو جار بلاستيكي واكو زجاجي حسب المناشئ، زين، والنوعيات. فينو اهم نقطة اللي هي ديسبوزابل انفلوب، ديسبوزابل انفلوب نسمينه غاز باج انفلوب. هذا الديسبوزابل انفلوب بينه كيميكالز، بينه كيمياويات، وهذه الكيمياويات اذا ما اضفنا قطرات من الماء على هذا الكيميكالز، يعني هسه انا من داج ازرق على سبيل المثال، احنا عندنا طبعا ايه هوني مثل الرف، خلي عينه الاطباق راح تشوفونه بالفيديو، وراها ايش اعمل؟ اجي افتح هذا الانفلوب زين واضيف عينه بضع قطرات من الماء، الغاية من عنده حتى أحرر هذه الكيميكالز الموجودة بالإنفلوب اللي هي الهيدروجين أند كربون داي أوكسايد، زين؟ مثل ما هون عتشوفون من تتحرر الهيدروجين والكربون داي أوكسايد بفعل منه؟ بفعل الفليديوم كاتالايز أو نسمينه بالفليديوم فلتس. هذه إيه هوني؟ أكو هذا الواير ميش، يعني شبكة لاسلكية موجود فيها كريات من الفلاديوم، البلاديوم راح يعتبر كعامل تحفيز يحفز تفاعل الهيدروجين مع الاكسجين الجوي وتكوين الماء. الهيدروجين منين جاي؟ جاي من انطلاقه من الانفلوب بعد اضافه قطرات الماء بفعل فليديوم، راح يتفاعل الهيدروجين مع الاكسجين الموجود هون بالاناء ويحول لي الماء، وبالتالي راح يتحول الوسط من ايروبيك ان انيروبيك. دليل الانديكيتر مالنا موجود اكو ان ايروبيك انديكيتر شريط، هذا عاده يكون مثلين بلو اول من نستخدمه يكون لونه ازرق. اذا ما صارت هذه العمليه بنجاح وانطلق الهيدروجين وتفاعل مع الاكسجين وتحول الى ماء واختفى الاكسجين بفعل البيديوم، راح يتحول لونه الى كلرلس. طبعا هذا الانديكيتر، وهذا الانفلوب احنا بالاسف ما عندنا، زين، هذا راح اشرح المشروع بالفيديو كامل، لان يعني هاي كلها مواد غاليه،
بس احنا كنا استعاضينا عنا مثل ما شرحت بالفيديو بالكانتون بالشمعة. الشمعة عادة إذا تشتعل تحتاج الأكسجين، فمن تطفى معناته كنا استهلكت كل الأكسجين وحولته من الايروبيك عن ايروبيك كونديشن. التكنيك الثالث اللي هو الشيك كلتشر تكنيك، هذا عادة الشيك كلتشر انتم تعرفون النيوتريان تقاصر، عندكم معلومة اللي هو بيسك ميديوم. هذا أول شيء نعمله ميليتد صعر، نصهره إلى درجة 100 أو أقل، نرجع رأسا نعمله تبريد كول أبروكسيميتلي إلى 45 سنتيغريد 45 درجة. بعد التبريد أش أعمل؟ أحضنه مع المايكرو أورجانيزم فور إكزامبل كلوستيديوم بيرفنجنس، أرجع أعمل شيكين ما بين الميديا اللي هي نيوتريان تجار وما بين هذه البكتيريا بعد ما صهرتونه وذوبتونه بردتونه. هون راح يصير تجانس ما بين البكتيريا والوسط الغذائي مالتي، ارجع احضنه بدرجه 37 لمده 24 ساعه. عمليه الشيكينج للريسول ريسول سولتيفايد كلتشر يعني معناتي من انا عداج اعمل شيكينج للبكتيريا مع هذا الوسط المنصهر المبرد ريسولتيفايد كلتشر، هذا راح يسمح بتطور ونمو الابليجيت ان ايروبيز البكتيريا اللاهوائيه اجباريا. اكو عندنا ايضا مواد ريديوسينج ايجنت لايك بوتاسيوم هيدروكسيد او بايروغلايكون، هذه المواد عاده تعمل على امتصاص الاكسجين في كونتينر معين اللي هو الدخنر تيوب زين، وبالتالي راح يمكن المايكرو اورجانيزم تحديدا الان ايروبيز من النمو اذا ما حضنت وزرعت في هذا التيوب الانبوب. الاذر ميثود عاده اكو عندنا البارافين بلج تكنيك، يعني معناته تقنيه سداد البارافين التيوب اوف ثايوغلايكوليت بروث، يعني معناته بس انت بسرعه كم معلوم التيوب اوف ثايوغلايكوليت بروث. اول واحد شرحنا عليه انه يطلع بينه النمو يا بالقمه يا بالاسفل يا بالوسط، هذا ممكن يزيدون تقنيه اضافيه انه ورا ما تنزرع البكتيريا على نهايه البروث القمه مالته يخلون السداد من البارافين زين. سداد البارافين ايش راح يفيدني؟ يفيدني بانه راح يضمن بان يصير حاجز ما بين الاكسجين الموجود بالتيوب وما بين الميديا، فالميديا هوني هم الاوساط الصوديوم ثايوغلايكوليت يشتغل وهم البارافين بلاج راح يشتغل، فبالتالي نرجع نعمل تسخين لعده دقائق وبعدين تبريد سريع ونرجع بالتحضين مع هذا السداد الفاسبر، معناتي راح يشجع من نمو الانيروبيز. طبعا محاضرتنا خلصت، انا راح ارفق لكم مع المحاضره دخلت لكم فيديو مال الانيروبيك جار ودخلت لكم فيديو ايضا على الاوساط الزرعيه الانيروبيك تحديدا الليتمس ميلك ميديوم وسط الحليب اللي بينه الكازين واللاكتوز، ودخلت لكم وسط عندنا الكوكد ميت، ويعني بينت لكم شلون ساكروليتيك وبروتيوليتيك. اولا الصوديوم ثايوغلايكوليت ما عندنا، هذا مشروح الفيديوين، وفيديو ثالث رفقت لكم هسه راح انزله مع المحاضره ان شاء الله اللي بينه هذه الصور. هذه الصور لان ما مكبره كثير من صورناها، فأنا هون بدي أشرح لكم عليها سريع وإنما كمراجعة للمحاضرة. النقطة المهمة الأولى، إذا كانت البكتيريا أندر لايت مايكروسكوب من نوع الكلوسيديوم تيتاني راح تطلع بهذا الشكل. فيجيتيتيف سيل و سيلز كونتين اندوسبور. إذا فيجيتيتيف سيل عادة تكون سلندر لارج باسيلاي. شوفوها عصيات نحيفة طويلة. النقطة المهمة هو الاعتماد على الشيب واللوكيشن والسايز اوف اندوسبور. في حالة الكلوسيدم تيتاني مثل ما قلنا السبور يكون سبيريكال تيرمينال لوكيشن وبلجينج، يعني السايز مالته لارجر ذان سايز اوف باكتيريال سيل، وبالتالي ايش ينطيني درم ستيك ابييرانس اور تنس راكت. واضحه عيني؟ فاذا اقول البكتيريا اللي تنطي هذه الظاهره درم ستيك ابييرانس او تنس راكت راح يكون عندكم معلوم مباشره انه يا كلوسيدم تيتاني. الكلوسيديوم والتشي او كلوسيديوم بريفرنجنس هاي تمتاز بانه ايش تظهر اندر لايت مايكروسكوب. هذه الفيجيتيتف سيل عاده تكون ريلاتيفلي لارج باسيلاي وذ بلانت اندز، تشوفون الحوافي مالتها حاده، بينما
الاندوسبور شوفون هون كلش واضح، هذا اللي طالع كلر للزون، البكتيريا كلها لونه بنفسجي، واكو عندكم هياني يعني فراغ صغير طرفي الموقع او قريب من الطرف زين اللي هو لونه يعني عديم اللون، هيا يعني هذا كلش واضح. هذه المنطقه الرائقه او عديمه اللون هي الاندوسبور، عاده يكون اوفل مثل ما عاد تشوفونه سب تيرمينال ونان بلجنج، يكون غير بارز يعني حجمه صغير زين عيني. هاي طبعا صوره اخرى للكلوستيديوم مولتشي، شوف الكلوستيديوم مولتشي هون كلش واضحه، هذا الفيجيتيتف سيل، هذول التو فيجيتيتف سيل قلنا تكون ريلاتيفلي لارج وبلانت اندز، وهون كلش واضحه تشوفون هذا يعني خيال طالع الاندوسبور كان اوفل سب تيرمينال نون بلجنج. الانواع الاخيره اللي بقت اللي هي سيبتيكم ايديماتنس والباتشي لاينم، هذه عادة كلها تكون الفيجيتيتف سيل مالتها، اما تكون في حالة السيبتيكم راح تكون شورت مثل هذه اور ستاوت باسيلاي، في حالة الايديماتنس تكون باسيلاي عادية، في حالة الباتشي لاينم تكون لارج باسيلاي، اما في حالة البكتيريا الحاوية على الاندوسبور كلهم يطلعون نفس الاشكال، كلهم الاندوسبور مالهم يكون اوفل مثل ما تشوفون هوني، يكون سنترال اور سب تيرمينال هوني طلع قريب من الطرفي من طرف الموقع قريب من النهاية سب تيرمينال، ويكون بلجنج تشوفون اكو بروز كلش واضح. طبعا هذا السلايد هو بالحقيقة للكلوستيديوم باتشي لاينم، بس اذا ما طلع هذا الشكل مع هذا الفيجيتيتف هذه معناتي سبتكم، اذا مع هذا معناتي ايديماتنس، واذا مع هذا معناتي باتشي لاينم، واضح يعني؟ طبعا مختبركم انتهى زين، وهسه راح انزل لكم المحاضره كامله هي